تحية طيبة مجددا، معكم محمد رادي. مسلك الدراسات السوسيولوجية، نتابع محاضرتنا حول علم الاجتماع الحضري المخصص للفصل الرابع. كنا في المحاضرة السابقة أبين لكم بعض العناصر العامة التي تعتمد في التحليل بالنسبة لمقاربة المجال الحضري كوسط اجتماعي. وقلنا بأن الوسط الاجتماعي هو إنتاج للجماعات التي تتفاعل فيما بينها، وهذا الوسط الاجتماعي يتحول إلى مجال حضري يمارس على هذه الجماعة إكراهات يتعلق بإكراهات الفعل الجماعي داخل الوسط الحضري. ولهذا إذا عدنا إلى دوركيم سيعتبر هذا الوسط الحضري هو عامل نشط كما يسميه فاكتور أكتيف. لماذا؟ لأنه يؤثر على مسار الظواهر الاجتماعية، طبعا في إطار المورفولوجيا الاجتماعية الدوركيمية التي يعني بشكل من الأشكال بقيت متوارثة حتى في بداية، خصوصا في بداية تطور المجتمع الحضري الفرنسي مع شومباردولوف وليمي وغيرهم. في إطار هذه المورفولوجيا الحضرية كل هذه البنيات الاجتماعية الحضرية تؤثر وتجعل السلوكات الجماعية تنحد ضمن حدود أو تتبع توجيهات محددة. إذن فهو عامل نشط. وحتى إذا عدنا إلى مدرسة شيكاغو أيضا سنجد خلال عشرينيات القرن الماضي من خلال المقاربة الإيكولوجية المعروفة لديها ستولي أهمية كما يعرف طلبة السوسيولوجيا لتأثير الوسط، تأثير الوسط على أنماط الفعل الجماعي. مسألة معروفة. وحتى عندما تغيرت هذه الإيكولوجيا، وتعرفون أنها كانت في البداية تعتمد على تماثلات بين من جهة عالم الحيوان والنبات من جهة، ومن جهة أخرى عالم الإنسان. حتى مع تغير هذه الإيكولوجيا وتجاوزها لهذه التماثلات سوف تعتمد هذا المنظور الذي هو أن الوسط المادي والإنساني يؤثر على سلوكات الجماعات داخل الوسط الحضري. إذن المنظور الإيكولوجي الحضري المعاصر أو الذي تغير منذ مدرسة شيكاغو اليوم إلى اليوم، والذي يشكل المنظور الأكثر شمولية لدراسة المدن كبيئات مادية وإنسانية في ذات الوقت، يتبنى عموما هذا المنظور الذي هو عيد مرة أخرى أنه الوسط الاجتماعي الذي ينتجه الناس داخل المدينة يتحول إلى مجال حضري، وهذا المجال الحضري يشكل أحد أهم إكراهات الفعل الجماعي داخل المدينة، أو إكراهات أنماط السلوك الجماعي داخل المدينة. طبعا السلوك الجماعي هنا أنماط السلوك الجماعي لا تتعلق فقط بجماعات وإنما تظهر في الأفراد، فالسلوكات سلوكات الأفراد داخل الوسط الحضري من الناحية السوسيولوجية هي سلوكات جماعية أو تنطبق أو تتوافق مع نمط من السلوك الجماعي، وهذا هو المنحى الذي يجب الاحتفاظ عليه بالنسبة لطالب السوسيولوجيا كمنظور أساسي في علم الاجتماع. إذن هنا نكون قد أنهينا أحد يعني بعض أهم مقاربات متعلقة بالعالم الحضري، وننتقل إلى شيء آخر مهم جدا، وهو أن العالم الحضري كما رأينا حتى في هذه المقاربات هو عالم مبني على التعدد،
دونك برغم ان هناك ما يسمى لاغلوميراسيون تجمع، ولكن هذا التجمع لاغلوميراسيون التجمع الحضري ومع ذلك هو مبني على التعدد وعلى الاختلاف، سواء في المسارات أو في المواقع الاجتماعية أو في أنماط العلاقات الاجتماعية والشبكات التي تتشكل داخل هذا الوسط الحضري، أو في مسارات حياة الأفراد وحياة الجماعات داخل هذا المجال الحضري. إذن فهو مبني على التعدد وعلى التباين وعلى التقابل، وبالتالي وطبعا على التوافق والترابط، وهذا هو التعقيد الذي يشكل الموضوع الجوهري للسوسيولوجيا الحضرية. هذا التقابل وهذا التباين وهذا التعدد يدفعني إلى أن أطرح معكم محور آخر، وهو محور سميته المجال الحضري ونزاعات التملك. هنا هذا المجال الحضري سينشئ هذه النزاعات، سنعالجها من زاويتين. الزاوية الأولى هي تتعلق بالمهمشين بمراكز المدينة، وكيف تتبنيان النزاعات بينهم وبين السلطة العمومية، بينهم وبين الساكنة إلى آخره. ثم سأعالج معكم أيضا علاقات السلطة وتملك المجالات الحضرية، وهذين يعني المحورين يدخلاني في إطار المحور الكبير الذي ذكرت، وهو المجال الحضري ونزاعات التملك. نبدأ بالمحور الأول متعلق بالمارجيناليزي المهمشين بمراكز المدينة. تعرف بعض الأحياء بمراكز المدينة، خصوصا عندما يقع تقادم أو قدم المدينة على الأقل على مستوى للوكادر باتي وغير ذلك، بعض مراكز أحياء بالمدينة يحدث فيها تدهور، ممكن ان ديتيريوراسيون او تدهور على مستوى البنيات. وعلى مستوى البنايات نبدا بالقضيه مستوى البنايات، لو كادر باتي لا ديتيريوراسيون دو كادر باتي، و تعرف المدينه ايضا تدهور على مستوى التصنيع، ما يسمى ب لا ديزاندستريالزاسيون، اي ان بعض الاحياء تكون فيها مصانع ويقع بها تدهور و تتراجع الانشطه الصناعيه او تتوقف. هناك امثله كثيره في المدن المغربيه التي كانت فيها احياء صناعيه ووقع فيها هذا الاشكال الذي هو إشكال تدهور التصنيع. أيضا قد يتنامى في مراكز المدينة، بعض الأحياء في مراكز المدينة يسمى بسيرورات التفقير، البوبيريزم أو البوبيريزاسيون، وبالتالي تصبح هناك في هذه الأحياء مشاهد من الفقر كانتشار المتسولين والمتشردين وأطفال الشوارع وغير ذلك من مظاهر التفقير. لذلك يعني هذه المراكز تعرف غالبا عمليات إعادة التأهيل الحضري وبرامج وسياسات حضرية يعني معالجة هذه المشكلات التي ذكرت، والتي هي من أحد خصائص الأحياء التي توجد بمراكز بعض المدن.
إذن هذه السياسة الحضارية التي تقوم ب يعني بإعادة تأهيل حضري يخص هذه الأحياء التي تعرف هذه المشكلات أو هذه المراكز المدينة التي تعرف هذه الإشكاليات، قد يحدث تلقائيا، يعني أقصد هنا يعني انطلاقا من تكيف العرض والطلب، من توجد هنا مبادرات معزولة تتكيف هذه المبادرات مع العرض والطلب، ثم نجد بأن هذا الحي في مركز المدينة المهترئ يصبح ينتعش بشكل تلقائي انطلاقا من هذه المسألة، مسألة وجود عرض ووجود طلب. دونك هناك مبادرات تقوم بهذا الأمر من طرف أشخاص أو جماعات، أو يكون هذا التأهيل الحضري لهذه المراكز بشكل مخطط له، وبشكل مخطط له كما وقع بالنسبة لمدينة بعد أحياء مراكز مدينة القنيطرة في 2004 على سبيل المثال، والتي كانت تعاني من ندرة الاحتياطي العقاري. ألور بمعنى أن هناك ساكنة وافدة على هذه المدينة تحتاج إلى السكن، وهناك فقر في الاحتياطي العقاري، دونك يجب أن نبني مساكن لهؤلاء. هنا اتجه التأهيل الحضري بهذه المدينة التي أعطيكم هنا كمثال إلى تجديد الأنشطة الاقتصادية والتنموية. ولماذا؟ لجذب ساكنة جديدة وجعلها تقبل على المباني أو البنايات الجديدة أو المساكن الجديدة التي أصبحت يعني تشيد داخل المدينة. مع ذلك فإن هذه الأحياء التي أتحدث عنها هنا، الأحياء التي توجد في بعض مراكز المدينة على وجه الخصوص، والتي تواجه تدهور من جهة وتواجه رهان التجديد من جهة أخرى، تعتبر، وهذا هو بيت القصيد في هذا المحور هنا، تعتبر مكان مفضل للمهمشين لمارجيناليزي. وهذه ملاحظة إمبريقية يمكن الباحث السوسيولوجي أن يتأكد منها، وهي أن هناك دخول ومحاولة تملك المجال من طرف هؤلاء المهمشين لمارجيناليزي من طرف المجتمع، مثل بائعات الجنس، أطفال الشوارع، الكلوشار، الفاغابون إلى آخره وغيرهم، دونك الذين يتواجدون خصوصا في هذه الأحياء، ces quartiers détériorés dans les centres de quelques villes, يتواجدون في الشوارع طبيعة الحال والحدائق، الحدائق العامة والساحات العمومية، ويتواجدون حتى في مداخل المحلات التجارية وغيرها بهذه الأحياء. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ بأن هذه الأحياء أصبحت ستصبح بالنظر إلى كل ما قلته وبالنظر إلى ما ذكرته الآن من دخول هذه المهمشين ومحاولة تملكهم هذه المجالات، ستصبح مجال نزاعات، وهذا يهمني هذا المفهوم كثيرا، مجال نزاعات حضرية. طيب، هذه الفئات الاجتماعية التي ذكرت ستصبح مصدر مشاكل جديدة بالنسبة للسلطة العمومية التي تريد إعادة تأهيل هذه الأحياء وتجديدها وجعلها جاذبة للساكنة. إذن كيف ستحقق هذه السلطة العمومية إذن هذا الهدف؟
وهناك هؤلاء الفئات الاجتماعية التي تعمر هذه الأمكنة. أيضا هذا بخمي كونفلي. دوزيام كونفلي هو النزاع الآخر، هو بين هؤلاء الفئات المهمشة وبين المستثمرين الذين يريدون الاستثمار في هذه الأحياء التي تعتبر دي كارتي بيجو إن صح التعبير، يعني أحياء يعني فرصة ذهبية للاستثمار، بما أنها تحتاج إلى إعادة تأهيل وبالتالي يمكن تحويلها إلى مصدر أنشطة اقتصادية ومجالات جاذبة. إذن هؤلاء المستثمرين هم جماعة أخرى، هي بينها سيكون بينها وبين هذه الفئات علاقة نزاعية، relation conflictuelle. بالإضافة إلى ذلك هذه الساكنة هذه الفئات الاجتماعية المهمشة بينها وبين الساكنة التي تريد أن تسكن هذه الأحياء علاقة أيضا نزاعية وتعارض، une opposition d'intérêt. Alors, إذن هنا نلاحظ كيف أن المجال الحضري خصوصا في هذه الأحياء المذكورة يصبح مجال نزاعات ماذا؟ نزاعات تملك، conflit d'appropriation. بالنسبة للسوسيولوجي سيكون من المهم إذن النظر وتحليل بنية هذه النزاعات، آلياتها، استراتيجيات هذه الجماعات، رهاناتهم، لجو دو بوفوار التي يمكن أن تكون بينهم، تأثير كل هذه الأشياء على حاضر ومستقبل المدينة وغير ذلك. كل هذا يشكل دي بيست دو ريشيرش بالنسبة للسوسيولوجي الذي سيهتم بهذه المجالات من زاوية سوسيولوجيا النزاع. لذلك قلت يمكن مقاربة العلاقات بين هذه الجماعات بهذه الأحياء كنزاعات تملك المجال، وهي نزاعات في واقع تحيل على عندما نقول سوسيولوجي نزاعات يجب أن نفحص الرهانات. هذا يدخل أيضا دائما في إطار السوسيولوجيا السياسية، هذا مفهوم تحيل على رهانات، وبما أنها أنا ذكرتها بالجمع. لماذا؟ لأن باحث يفحص هنا رهانات اقتصادية، رهانات هوياتية، رهانات اجتماعية، رهانات سياسية وغير ذلك، ولكن أوبوزي يعني متعارضة. وهذه الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها سأعطيكم فكرة موجزة عن رهانات هوياتية، des enjeux identitaires. هذه الرهانات الهوياتية نلاحظها حتى على مستوى نفس الشارع في هذه الأحياء، مثلا نفس الشارع أو الحي سيرتبط لدى هذه الجماعات التي ذكرت، نذكر بها هي لدينا السلطة العمومية، لدينا الساكنة، لدينا المستثمرين، لدينا هؤلاء المارجيناليزي المهمشين داخل نفس يعني الشارع أو الحي. هذه الجماعات تربط مع هذا الشارع أو هذا الحي علاقات متعارضة، وهذه العلاقات المتعارضة تتعارض بتعارض استعمالات كل جماعة لهذا المجال، خصوصا إذا حاولنا أن نلاحظ السلطة العمومية والمهمشين أو المستثمرين وهؤلاء المهمشين.
وهذه الاستعمالات المتعارضة الحاملة بطبيعة الحال إلى لدلالات متعارضة مع هذا نفس المكان، نفس المكان هو هي حبلة إذا أردنا نقول بالدلالات السوسيولوجية على مستوى هويات هذه الجماعات، لأن النزاع هو أصلا كشاف لهذه الدلالات وهذه الاستعمالات، وهو أيضا وهذا هو الأساسي كشاف أو يكشف عن هويات كل جماعة، بمعنى أن الرهان الذي للمستثمرين داخل شارع معين في حالة تدهور يريدون الاستثمار فيه لتأهيله أو لإعادة تأهيله يحدد هويتهم، وهويتهم طبعا هي محددة من خلال هذا النزاع الذي يخوضونه كمستثمرين en opposition، يعني في 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 علاقة تعارض مع أطفال الشوارع الذين يسترزقون هناك أو متشردين لديهم يعني أن انتري إيكونوميك كيلكونك هناك أو بائعات الجنس هناك أو غير ذلك. نلاحظ مع أنني ذكرت هنا بالتسمية بار نوميناسيون هويات اجتماعية، مستثمرين مهمشين سلطات عمومية ساكنة. إذن هذه الهويات ترتبط بالمجال بهذه الارتباطات المتعارضة، وهذا التعارض الهوياتي الذي هو تعارض في استعمال المجال هو تعارض يكشف عن تعارض آخر أعمق ومرتبط به، وهو تعارض في الموجهات المعيارية التي لديهم حول نفس المجال. و تعارضهم حول هذه الموجهات المعيارية لي روبير نورماتيف هو يعني أنهم لا ينظرون لهذا المجال نفس المنظور. وهنا تذكرت بحث في السوسيولوجيا الحضرية الفرنسية حول صورة باريس في ذهن ساكنة باريس، حتى هنا يوجد هناك دي روبير نورماتيف مختلفة باختلاف هذه المجالات، هذه الجماعات بالنسبة لنفس الشارع أو لنفس الحي المتعلق بهذه الأحياء. يمكن هنا العودة إلى عمل مهم وهو مقال في مجلة نوفيل براتيك سوسيال صدر سنة 2008 لموغا و بغازيلي وبينالي سون تخوا شارشور، كتبوا مقال مهم حول عنوان ب كونفلي دابروبرياسيون ديسباس اوربان سونترو بروندر ان كونت لي مود دو رولاسيون دي جروب داكتور. وهنا يحلل هؤلاء الباحثون بشكل عميق جدا ودقيق ميتيكولو كل الديناميات النزاعية لديناميك كونفليكتويل أو لا كونفليكتواليتي أوربان أو النزاعية الحضارية بشكل يكشف عن هذه الأهمية التي لا ديفيرونسياسيون دون لي روبير نورماتيف التي للجماعات مع نفس المكان أو نفس المجال. هنا تكون مقاربة التي وضعت لكم بعض عناصر الهامة حولها المتعلقة بالمهمشين داخل الوسط الحضري كموضوع أو كإشكال يمكن أن نحلل من ورائها ما يوجد من نزاعات تملك داخل المجال. أنتقل هنا في ستكون هذا موضوع يعني محاضرة لاحقة لمعالجة لا كونفليكتواليتي اوربان بالمنظور الذي يهمني أكثر، وهو من محور آخر هنا جديد وهو علاقات السلطة وتملك المجالات الحضرية، وهذا سيكون إذن محور محاضرة لاحقة. وأتمنى لكم التوفيق وإلى لقاء آخر.